جات مجموعة ديال الكلمات في التقديم ضروري أنني نستحضرها وأنا أتحدث. نحن ليست لنا مصرع صراع ولا مع السيد وزير العدل، نحن في اختلاف عميق في وجهة النظر، اختلاف كبير فيما يتعلق بالتصور لمهنة المحاماة، فيما يتعلق بموقف من مهنة المحاماة، فيما يتعلق بالتشريعات التي تتعلق بصميم اختصاصات واهتمامات وصلاحيات الدفاع. وبالتالي إذا رجعنا للتطورات التي تحدثت عليها، ابتدأنا بشكل تدريجي منذ بداية هذه الولاية وبصفتي نقيبا لهيئة المحامين بالرباط، وأيضا بصفتي عضو بمكتب جمعية هيئة المحامين المغرب، شاهد على الأقل على ما حدث في هذه الولاية وفاعل فيه كما هو الشأن بالنسبة لباقي النقباء وباقي أعضاء مكتب الجمعية. إذا بمجرد ما بدينا هذه الولاية كان من الضروري ومن اللازم انطلاقا من الواجب أننا نبدأ صفحة جديدة مع السيد الوزير، حتى لا نجعل من ماضي العلاقة الذي كان حاجزا بيننا. وقلنا بأنه خصنا نمدوا اليد ونفتحوا باب الحوار ونفتحوا باب النقاش بأسلوب وبصيغ أخرى، للهدف منها طبعا هو إيجاد حلول للإشكالات المطروحة علينا. فعلا بدأت الرحلة مع السيد الوزير، بدأنا المسار بلقاءات ودية كان يطبعها الاحترام والتقدير المتبادل، واستضفناه في هيئة المحامين بالرباط بندوة كانت ناجحة بكل المقاييس. ربما كنت حاضرين وتتذكرون كلامه وخطابه، وأيضا كلامنا وخطابنا، وأيضا كلام وخطاب السيد رئيس الجمعية. تلتها بعض اللقاءات، ولكن للأسف بنفس الوقت اللي كانت هذه اللقاءات وكانت هذه المحاولات بشكل متوازي كان خطابا مناقضا لما يعتمد في الميدان، بمعنى انه الخطابات التي كانت هي كانت خطابات هجوم، خطابات تبخيص، خطابات مس بالمؤسسات المهنيه، خطابات اخرى لا علاقه لها بما كنا نعاينه عندما نكون بشكل مباشر وبشكل شخصي. كان طبعا من الضروري اننا نبداو نتخذوا مواقف اخرى كرسائل للتنبيه، للتعبير عما وصلت إليه مهنة المحاماة، للتعبير عن الإشكالات والمشكلات الأساسية التي نواجهها. وأيضا عندما وصلنا طبعا إلى مشروع قانون المسطرة المدنية، لأنه هو الذي وجدناه أمامنا يناقش أمام مجلس النواب، قدرنا أننا وجدنا هذا المشروع القانون هو الذي يناقش، اعتبرنا بأنه هذا المشروع القانون هو اللي غادي يكون مؤشر على مدى جودة العلاقة التي يمكن أنها ستقوم فيما بعد. وإذ بنا نفاجأ بأن كل ما لاحظناه من ملاحظات، والتي ونوضحها من بعد، لا علاقة لها لا بالفئوية ولا بمنطقة المصلحة الخاصة، وغادي نشير لها باختضاب وبإيجاز وبوضوح فيما بعد إن تطلب الأمر ذلك. وبالتالي بدينا بتدرج باش ننشر جوج ديال المحطات اللي كانت رئيسية وكانت مهمة، هي المحطة ديال مسرح محمد الخامس واللي كان حضر فيها أزيد من 5000 محامي ومحامية من مختلف ربوع الوطن، وتمت بشكل حضاري وبشكل يعبر عن حضارة بلد وثقافة بلد، وليس فقط حضارة أو ثقافة مهنة في عاصمة الأنوار، بشكل حر وبشكل جميل ورائع، وعبرنا فيه عن تنديدنا وعن سخطنا وعن رفضنا وعن ما وصلنا إليه. اعتبرنا بهذه الرسالة ممكن أنها ستصل، لأنه في الديمقراطية وفي الدولة ديال حقوق الإنسان وفي الدولة اللي فيها دستور وفي الدولة اللي فيها خطابات ترفع من شأن العدالة،
تنقول بانه مثل هذه المواقف ستنبه، ستلفت النظر، سيصغي الاخر، سيتجاوب، ولكن لاحظنا بانه كاننا نكب الماء في الرمل. انتقلنا الى مستوى اخر عرفته، هو التوقف عن الصناديق وعن الجنايات، واعتبرنا بان ممكن هذا تخلخل هذا الوضع، وممكن اننا نديروا يد في يد ونبداو نبحثوا على مخارج لا جديد. بالعكس، كلما ارسلنا رسائل وفق مقتضيات ومتطلبات دولة القانون وبأسلوب راقي وحضاري، كلما وجهنا بخطاب يمتحي من ثقافة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها لا تعطي لكل، لا تعطي للمؤسسات ولمهنة المحاماة القيمة التي تستحق. ما نقولش كتب، كان ممكن نقول ندير أسلوب آخر، ولكن الأصول والأخلاق ديال المحامين والأخلاق ديال المغاربة، ما دام أنه الحوار غيبدا غدا ما غيمكنش أنني نقول كلام آخر. إذن هذه الوضعية اللي وصلنا لها هي ليست إضراب، نحن لسنا بأجراء، نحن هذا ليس بإضراب. الإضراب تعريفه باين، نحن في تجميد لمهام الدفاع، في تجميد لمهام الدفاع على مستوى مختلف محاكم المملكة، اضطررنا إليه اضطرارا ودفعنا إليه دفعا، وأصبح هو الاختيار الوحيد والممكن والمتاح. وبالتالي ماشي تسرعنا في أن نقوم أو أن نمارس هذا الفعل. اسمح لي، أولا مواطن، نحن أيضا ولاد هذه البلاد، نحن مغاربة، وكنعرفوا شنو هو المعتقل، وكيف أنتم كتهتموا بالكلمة، نحن أيضا نهتم بالكلمة، الله أكبر، نحن أيضا نهتم بالكلمة، ونهتم بالحريات، ونحترم ونهتم بالحقوق، بل لنا حساسية مفرطة أن نرى معتقلا ليس معه دفاع، وأن معتقل أو محال على القضاء ينتظر سند دفاعه ولا يجده معه ولا يجده أمامه، ماشي سهل. بمعنى نعي ذلك ونعي جيدا، لكن أنا نشير ذلك بالضرورة خصني نشير ذلك. إحنا نقول أيضا بأن القضاء يحمي الحقوق والحريات، القضاء من واجبه حماية الحقوق والحريات، وهو أيضا أولى أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الظرف الاستثنائي، هذا الظرف الخاص الذي نعيشه، وأن يعتبر بأن تجميد مهام الدفاع هو ظرف استثنائي في زمن العدالة وفي زمن القضاء، وعليه ونتمنى أن يتعامل معه بمنطق أن يبقى دائما هو الحامي للحقوق والحريات، لأن لسنا احنا بفرضنا الذين نحمي الحريات ونحمي المتهمين، ونحن احنا دورنا دور باين واضح هو الدفاع. وبالتالي نعتبر بأن صحيح أننا قمنا بهذا الفعل، وكما قلت هذا الفعل قمنا به عن وعي وبعمق، ولم يكن سهلا لا بد أن يعود، ولكن نحن نثق في القضاء، وأكيد بأنه قام بشغله، أكيد بأن المواطنين غيعرفوا بأنه القضاء أخذ بعين الاعتبار هذا الوضع الذي نعيشه، لأنه واكب قف الأخير آخر المطاف حامل الحقوق والحريات. زين، مسألة أخرى، إحنا ما عندناش مطالب بمفهوم مطالب كما نحن مطالب. عندما نقول مطالب نقول فئوية، عندما نقول مطالب نقول مشاكل خاصة،
استجابه للمطالب ديالنا احنا الخاصه غادي ستؤدي الى حل المشكل. نحن لدينا مشكلات، والفرق كبير بين المشكلات وبين المطالب، وان كان داخل هذه المشكلات مطلب او مطلبين، لكن نحن امامنا مشكلات، لان الامر لا يهنينا في العمق بمفردنا. مشروع قانون المسطره المدنيه لا يعنينا بمفردنا، هذا مشكل ديال المواطن، مشكل سيعاني منه المواطن، ستعاني منه المواطنه، سيعاني منه المتقاضي. اسمح لي غير التوضيح، ماشي 90% اللي يمسوا المتقاضي، اقل من 10% اللي كيمس المتقاضي. باش نتوضح، مشروع قانون المسطره المدنيه فيه اشياء ايجابيه كثيره ما دمتي ذكرتي على قانون المسطره المدنيه، ولكن نقول بانه ديك 10% او اقل من 10%، اقل من 10% ربما ما تصلش حتى 3% ولا 4% هي التي فيها خطوره على المتقاضي. 10 الفصول، 8 ولا 10 ديال الفصول. نتساءل لماذا نضحي بحقوق الدفاع، ولماذا نضحي بتراث قضائي في ميدان حقوق الدفاع، وبأشياء وبمعطيات دستورية واردة في الدستور، من أجل ماذا؟ إذا كان الأمر يتعلق بتيسير تصريف القضايا، ينبغي البحث عن بدائل أخرى، لا ينبغي أن تكون على حساب الدفاع وعلى حساب حقوق المواطن. إذا كان الغرض هو حكم أكثر عدد من الملفات الممكن، نحن نتمسك بالجودة وبحقوق الدفاع وبالسرعة العادية، ماشي السرعة المفرطة، السرعة العادية التي تراعي حقوق الدفاع. إذن نحن نقول بأن لدينا مشكلات، مشكلات مرتبطة بمفهوم العدالة في الوطن، مرتبطة بمفهوم الأمن القانوني، مرتبطة بمفهوم الأمن القضائي. ونقول بأنه هناك نصوص اليوم في مشروع قانون المسطرة المدنية تضرب في العمق هذه المفاهيم. حددت عن بأن الملتقى يتلقاو، احنا الملتقى مقتطع، ملتقى الطرق، عندنا ثلاثة مرتكزات أساسية نستحضرها ونحن نتخذ مواقف. أولا الدستور المغربي، ثانيا خطابات جلالة الملك التي تضع المواطن في صلب كل إصلاح تشريعي، ثالثا العدالة في بلدي. هذو هما الثلاثة اللي كيقودونا الآن. ومن يقول بأن هذه أمور فئوية وشخصية وخاصة، أظن مخطئ في التقدير، مخطئ في التقدير. وإلا بغيتو نشرحوا من بعد نشرح النصوص، يمكن لكم ترجعوا لها. النصوص هي تمس المواطن، عندما نقول تغريب المواطن عندما يدافع عن نفسه، هذا مرتبط بالمواطن، ماشي المحامي اللي غيأدي الغرام، باش تفهموها، راه ماشي حنا، راه المواطن المتقاضي اللي غيأدي الغرام. تقاضي بسوء النية وبالمفهوم وبالمنطق اللي وارد في النص. حنا ما كيمش بينا، ولكن كيمس بينا اخلاقيا الا ما قلناهاش، لانه كيمس بالمواطن وكيجعل جهات ماشي بالضروره انها تكون طرف هذا النزاع. اذا هذا الاخر خصو يفهم هذه اللغه وهذه المنطقه. ثانيا هذا الموقف اللي خديناه، ما تنساش حنا حضاره في المغرب، احنا في دستور 2011، والمحاماة في المغرب عبر تاريخها راه كانت تكاد تشكل استثناء في العالم العربي، وبغينا هذا الاستثناء يبقى، الاستثناء اننا احرار، اننا احرار ونمارس مهامنا بحرية، وان الدولة لم يسبق لها في تاريخها وفي الاوقات الصعبة أن شوشت على الدفاع، فبالأحرى أن تكون مست به كما كان يحدث في دول أخرى. إذن هذا الإرث وهذا المكتسبات ما نقبلوش نهائيا اليوم أنهم يتم التعاطي معها بشكل لا يراعي لا حرمة ولا كرامة المحاماة ولا كرامة مؤسستها.
بالتالي بقدر فخرنا واعتزازنا بضوء أدوارنا وطلائعنا التاريخية التي قامت بها مهنة المحاماة في مغرب كان فيه ذلك متاحا، مش ما نساوهاش، في الأوقات الصعبة وفي سنوات طويناها طيا، سنوات لم تكن سهلة في المغرب، وكانت الدولة تحترم المحاماة، فما بالك بعد هذا الطي وبعد هذا هذا الماضي. إذا نحن محامون اليوم، المحاماة تعاني من خطابات تحريضية، من خطابات تبخيسية، من خطابات تجعلنا وكأننا نحن المسؤولون والمسؤولات عن كل مطبات العدالة في المغرب، كأننا حنا اللي كنأخروا الملفات فقط لأن بأسبابنا، وحنا اللي كنسببوا في تراكم الملفات، وحنا اللي كنسببوا في تمطيط الإجراءات. وبالتالي للأسف وبالتالي فموقفنا اليوم ووقوفنا اليوم وتوقفنا اليوم هو للتنبيه لهذه المشكلة. نحن نسعى لأن نكون في مستوى دول أخرى، دول اللي تنتمي إلى حضارات عريقة في الديمقراطية وفي الحقوق والحرية. نريد أن ننافسها، ماشي أن ننزل إلى أنا اسمحوا لي، أنا كيجيني عيب اليوم أننا نتذكر على المحاماة بسقف وبشكل غدا ولا بعد غدا تولي دول متخلفة أكثر منا في هذا الباب هذا وفي هذا المجال، ما رضاوهاش لبلادنا. المحاماة كالصحافة تقاس بها كما قلت في البداية، هي مقياس، هي الترمومتر اللي كتقاس به دولة الحق والقانون، وكتقاس به الحريات، وكتقاس به مفهوم الأمن القضائي ومفهوم الأمن القانوني بنفسه. إذن هذه بلادنا وهذا وطننا وعندنا غيرة عليه، كيف عندنا غيرة على العدالة، كيف عندنا غيرة على الصحافة، ولكن المحاماة عندنا لا غيرة وبهذا الشكل، لأن اليوم تعاني وبشدة، وليس بشكل عام ومنهج، ولكن كاين بعض النعرات اللي تريد أن تستقوي، وحنا تنقول بأن هذا الأمر غير ممكن، لن نسمح به، ولن نرد عليه بنفس الكيفية وبنفس، رغم أننا كنا مغاربة ونعرف من أين قد ننتحل كهنا، ولكن لن نفعل ذلك ولن نقوم به لأن أخلاقنا أكبر من ذلك. كنتمنى أنه إحنا عندنا موعد غدا مع السيد وزير العدل بوصفات وذوي النيات الحسنة من مؤسسات مجلس البرلمان، نتمنى أن نجد حلا وأن نجد مخرجا. نحن مرابطون، نحن نستحضر ما تحدثتم عنه فيما يتعلق بالمواطن والمواطنة، ولكن اسمحوا لي للتوضيح، شحال هاد الوقفة ديالنا؟ أسبوعين. راه مشروع قانون المسطرة المادية المواطن والمواطن اللي خصو يفهموه غيرهنوا عشرات السنين، وغيرهنوا ولادو، وغيرهنوا أسرته. وبالتالي نحن من كما يقال نختار بين الرمداء والنار، وهذا اختيار ديالنا هو هذا، هو الدفاع عن المواطن والدفاع عن المتقاضي والدفاع عن الأمن القانوني والأمن القضائي، لأنه لا أمن قضائي بدون أمن قانوني. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم